دقيقة بس هدخل طالبة كمان يا حبايبي ونكمل ماشي؟ سمعاني كده يا رنا؟ تمام، تعالوا بقى نكمل الجزء اللي احنا وقفنا عنده. يبقى احنا اول حاجة اتكلمنا على المومنتوم، بعد كده دخلنا في نيوتن سكند لو، اتكلمنا عن نيوتن سكند لو، وصلنا لحد ان الاف ايكوال ام اي، او ان الاف ايكوال دلتا بي اوفر دلتا تي. وبعد كده بدأت ان انا اطلع ديفينيشن لنيوتن سكند لو. اول حاجه قلنا ان هي الريزلتنت فورس افكتنج اون ذا اوبجكت اللي هي الاف دي ايكوال تو ذا ريت اوف تشينج ان ذا مومنتوم اللي هي الدلتا بي. بعد كده ممكن نطلع من هنا اهو ديفينيشن تاني، احنا قلنا من هنا ان الاي ايكوال الاف اوفر الام. طب تعالوا كده بصوا، دايما دايما الفيزيكال كوانتيتي بتكون مع النومينيتور دايركت ومع الدومينيتور انفرس، يعني مع اللي فوق دايركت ومع اللي تحت انفرس. يعني ايه؟ يعني الاي دايركت مع الاف والاي انفرس مع الام. تمام كده، دايركت يعني كل ما ازود الاف كل ما الاي تزيد، وكل ما ازود الاي الام كل ما الاي تقل، عكس بعض. يبقى ده مع ده دايركت وده مع ده انفرس. ده بقى اللي موجود في الديفينيشن التاني، when the resultant force affect on the object اللي هي الاف. The object acquire acceleration، يعني لما أثر بقوة على جسم إيه اللي هيحصل؟ الجسم هيكتسب acceleration. طب الacceleration دي مالها؟ direct مع مين؟ مع الفورس. أهي الacceleration دي direct proportional to the net force and inversely proportional to the mass. يعني الإيه دي direct مع الفورس وانفرس مع الماس. يبقى أنا كده عرفت اجيب ايه؟ عرفت اجيب الديفينيشن من ايه؟ من اللو. فاهمين كده الجزء ده؟ تعالوا هنا نشوف اكسبلانيشن لنيوتن سكند لو. When you studied Newton's first law of motion, you know that if two forces that have equal magnitude and opposite direction affect the body on the same line of action. هنا بيفكرنا بحاجة كده بسيطة من الفيرست تيرم، بيقول لنا نيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو كان لو أنا عندي جسم، الجسم ده بيتأثر بكذا قوة، وليكن مثلا قوة في الدايركشن ده، تمام كده، وقوة في الدايركشن ده، وقوة في الدايركشن ده، وقوة كمان في الدايركشن ده، وعايز أجيب النت فورس، محصلة القوة اللي بتأثر على الجسم ده. كان بيقول لنا ان النت فورس هنا بيكون ايكوال زيرو. طب ليه ايكوال زيرو؟ مش التو فورسز دول اوبزيت لبعض في الدايركشن؟ اه اوبزيت لبعض، واحده ناحيه، واحده باصه ناحيه الرايت والتانيه باصه ناحيه الليفت، فايه اللي بيحصل لهم؟ بيطيروا مع بعض. طب نفس الكلام هنا، في فورس باصه لفوق وفورس باصه لتحت، دول اوبزيت لبعض في الدايركشن، فبرضه بيطيروا مع بعض.
فيتبقى لي ان السيجما اف او سبميشن الفورسز اللي بتاثر على الاوبجكت بزيرو. ده كان في نيوتن فيرست لو. ونيوتن فيرست لو كمان كان بيقول لي ان الجسم بيحاول يحافظ على حالته، يعني البادي كيب اتس كايناماتيك ستيت، سواء بقى الكايناماتيك ستيت دي ريمين ستاتيك او ريمين موفينج، يعني الجسم الساكن بيفضل ساكن زي ما هو. بمعنى لو انا دلوقتي جبت كوره وحطيتها في اوضه وقفلت عليها يومين ثلاثه وجيت بعد كده فتحت الاوضه، هلاقي الكوره زي ما هي في مكانها ما اتحركتش، يعني الجسم الثابت ده هيفضل محافظ على حاله الثبات اللي عنده. يبقى انا عندي البادي كيب اتس ستيت اوف ستاتيك او كيب اتس ستيت اوف ريست، بيحافظ على حاله السكون بتاعته. اذا لم بقى يجي قوه تانية تاثر عليه يتحركه، الا لو جه حد يحركه. نيجي كده للجزء ده، نيوتن سكند لو بقى. نيوتن سكند لو بيقول لنا ان السيجما اف نوت ايكوال زيرو. انا في نيوتن فيرست لو كنت بقول ان السيجما اف بزيرو، هنا مش بزيرو، تمام كده. طب تعالوا من القانون نشوف كده ابلكيشن. هنا عندي تو ديفرنت نت فورس اكتنج اون تو ايكوال ماسز، يعني هنا عندي عربيتين ليهم نفس الماس، الماس بتاع الدي ام والماس بتاع الدي ام، بس الفرق في الفورسز. هنا في قوة واحدة بتأثر على العربية عن طريق ولد واحد اللي هو الاف، وهنا في قوتين بيأثروا على العربية عن طريق ولدين. يبقى هنا عندي 2F، تمام كده؟ ادي 2F. طب السؤال بقى، مين في دول هيبقى عنده acceleration أكبر؟ مين هيبقى عنده acceleration أكبر هنا؟ العربية الأولى ولا العربية التانية؟ مين هيبقى عنده اكسلريشن اكبر يا جماعه تفتكري؟ تاني واحدة مش سامعاكي بتقولي ايه؟ تكون أول عربية. لا مش اول عربيه، تاني عربيه. ليه؟ مش احنا قلنا ان الـ A equal الـ F over M، وقلنا ان في direct relation بين الاف والايه، يعني كل ما الاف تزيد كل ما الايه تزيد. مين هنا اللي عنده اف كبيره؟ اللي عنده اف كبيره اهو، يبقى هو ده اللي عنده ايه كبيره. فهمتي كده؟ تمام. يبقى انا عندي هنا الجسم اللي هيكون عنده greater force هو اللي هيكون عنده greater acceleration. ليه؟ لان في direct relation بين مين ومين، بين الاكسلريشن والفورس. طب تعالي على الرسمه الثانيه. هنا في عندي two equal net force، قوتين قد بعض بيأثروا على العربيتين، هنا قوة اسمها F وهنا قوة اسمها F، تمام كده. بس الفرق هنا عندي ان العربيتين دول عربية الماس بتاعتها M، والعربية دي الماس بتاعتها مثلا 3M، يعني الماس مختلفة different masses لكن equal forces، عكس هنا. طب يا ترى هنا مين هيكون عنده أقل acceleration؟ مين يبقى عنده اقل اكسلريشن يا لوجي؟ مين هنا ايه مستر؟ مين هنا هيبقى عنده less acceleration، العربية الأولى ولا التانية؟ تاني التانية. برافو عليكي. ليه؟ لأن اللي عنده ماس كبيرة هو اللي هيكون عنده acceleration قليلة، لأن احنا قلنا في inverse relation بين الماس والacceleration. اللي عنده ماس كبيرة هيبقى عنده acceleration قليلة، الماس كبيرة هي دي، يبقى ده عنده أقل acceleration. ال bigger mass move with less acceleration، اللي عنده ماس كبيرة هيكون عنده acceleration less، لأن في بينهم inverse relation، علاقة عكسية بين مين ومين؟ بين ال acceleration وال mass. طيب نيجي على جزء كده جديد، ده الجزء ده احنا عملناه على الوايت بورد، اتكلمنا على ان الاف ايكوال دلتا بي اوفر دلتا تي اللي هو الفورس، فكينا البي، البي ايكوال ام في. بعد كده قلنا هنا مين اللي بيتغير، الام ولا الفي؟ قلنا الفي، لان الجسم كان ثابت يعني الفي بتاعته بزيرو، فجأة الفي حصل لها انكريز، فهنا هندخل الدلتا دي على الفي، يبقى دي الام ودي الدلتا في اوفر التي. طبعا الدلتا في اوفر الدلتا تي اللي هو مين؟ اللي هو الاكسلريشن، فنشيلها ونحط مكانها الاي، يبقى دي ام اي.
من هنا عايزين نجيب الـ A يبقى نعمل الـ F over الـ M. وبرضو اتكلمنا من شوية قلنا إن الفورس الـ measuring unit بتاعتها هي كيلو جرام تايمز متر بير سكند سكوير، وقلنا إن هي equivalent للنيوتن أو بتساوي النيوتن. وكمان اتكلمنا على الدايمنشنال فورمولا بتاعت الفورس، قلنا ان هي ايكوال ام ال تي باور نيجاتيف 2. طب انا دلوقتي عايزه احط ديفينيشن للنيوتن. النيوتن ده بيقيس لي ايه؟ بيقيس لي الفورس. يبقى هو عباره عن الفورس، الفورس اللي مالها بقى that when act on the object force بتأثر على الاوبجكت. الاوبجكت ده الماس بتاعته 1 كيلو جرام، فلما بتأثر عليه بتخليه يكتسب acceleration ب 1 متر بير سكند سكوير. وكمان الفورس دي بيكون الدايركشن او الاكسلريشن دي بيكون الدايركشن بتاعها in the same direction of the force. يعني لو اتجاه الفورس ناحية الرايت هيبقى اتجاه الاكسلريشن برضو ناحية الرايت، الاتنين في نفس الدايركشن. فهمنا كده الديفينيشن ده؟ في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات، او في حد الجزء اللي فات مش فاهم حاجة معينة فيه؟ طيب تعالوا نتكلم على الاكسلريشن. احنا وصلنا ان ال A equal F over M، وقلنا ان في دايركت ريليشن بين ال F وال A، وفي انفرس ريليشن بين ال M وال A. طب تعالوا بقى نطلع ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الاكسلريشن. في عندنا تو فاكتور، الفورس والماس. تعالوا نرسم الكلام ده. اول رسمة هعملها ما بين مين ومين؟ بين ال A وال F، طبعا اللي هي دايركت. دايركت يعني بعمل ايه؟ بعمل ستريت لاين. بروح اجيب السلوب ازاي؟ بصوا معايا، انا عندي ال A equal ال F over ال M. بنجيب السلوب ازاي؟ بنقول اللي فوق over اللي تحت، تمام كده. مين اللي فوق عندي هنا؟ ال A، ومين اللي تحت هنا؟ ال F. يبقى A over F، ادي A over F. تعالوا كده من القانون نطير ال A اهو ونطير ال F. اتبقى لي مين هنا؟ اتبقى لي 1 اوفر اف 1 اوفر ام. ما اقدرش اقول ام بس لان هنا في نومينيتور فوق ب 1، يبقى اتبقى لي 1 اوفر ام. يبقى السلوب هنا هو طلع 1 اوفر ام. فاهمين كده الحته دي؟ دي الطريقه اللي بجيب بيها السلوب. طب هنا اهو لو انا عايزه اعمل رسمه بقى علاقه ما بين الاي والام اللي هي الانفرس، ممكن ارسمها بطريقتين. ادي الاي وادي الام. العلاقه الانفرس بنعبر عنها بكيرف، يبقى انتوا ثبتوها. الدايركت بنعبر عنه بستريت لاين، والانفرس بنعبر عنه بكيرف. ادي الكيرف اهو، ممكن نعملها كده، ممكن نعملها بطريقه تانية. اه ازاي؟ ادي الايه، بدل ما اكتب هنا ام اكتب 1 اوفر ام، يعني شقلبتها. ايه اللي هيحصل؟ كده تتحول العلاقه من انفرس لدايركت، تتعمل ستريت لاين زي مين؟ زي دي كده، تمام كده. طب في الحالتين دول انا عايزه اجيب السلوب ال A over ال M، او ال A over ال 1 over M. في الحالتين تطلع معايا ايه؟ تعالوا كده نبص على القانون. هنطير ال A ونطير ال M، يتبقى لنا مين فوق؟ ال F. يبقى السلوب هنا هيبقى equal F، وزي ما قلنا الاكسلريشن هنا inverse مع الماس، تمام. لكن الاكسلريشن هنا دايركت مع الفورس. طيب تعالوا كده ناخد نوت بسيطة نتكلم فيها عن الفورس. احنا في بداية الليسون اتكلمنا عن المومنتوم وقلنا ان هو فيكتور كوانتيتي. ليه هو فيكتور كوانتيتي يا رنا؟ ليه المومنتوم فيكتور كوانتيتي؟ لأنه direct proportional بياخد ال direction بتاع ال velocity، لأن هو velocity في mass. تمام. الماس دي سكيلر ولا فيكتور؟ الماس scalar تمام. والفيلوسيتي vector. فيكتور. برافو عليكي. فلما انا اعمل البرودكت بتوين سكيلر مع فيكتور فيديني فيكتور اللي هي مين؟ المومنتوم. طب تعالوا بقى الفورس. الفورس دي يا ترى ايه؟ هي برضو فيكتور كوانتيتي، ليها ماجنتيود وليها دايركشن. طيب انا قلت ان الاف ايكوال ام ايه؟ تعالوا كده نبص. احنا عارفين ان الام اللي هي الماس، والماس دي سكيلر كوانتيتي. طب والايه؟ الايه اللي هي الاكسلريشن، والاكسلريشن دي فيكتور كوانتيتي. يبقى انا لما اعمل برودكت بتوين سكيلر كوانتيتي وفيكتور كوانتيتي هيديني فيكتور كوانتيتي اللي هي الفورس. طب نشوف كده تاني نوت. هنا بيقول لنا ان الفورس كان بي ميجرد باي سبرينج بالانس، يعني
القوة بنقيسها بأداة أو بتول اسمها سبرينج بالانس. السبرينج بالانس ده اللي هو قدامنا اللي هو الميزان الزنبرجي، بيكون فيه زي خطاف كده زي ما احنا شايفين، بنعلق فيه أي جسم عايزين نقيس الفورس بتاعته، وبيكون فيه تدريجات هنا وأرقام، بيبدأ يقف عند رقم معين ويعرفني الفورس بتاعت الجسم ده قد إيه. يبقى اسم الجهاز، اسم التول أو اسم الديفايس اللي بيقيس لي الفورس اسمه سبرينج بالانس. طيب نيجي في الجزء اللي بعده، هنا بيقول لي the acceleration of the body is always in the direction of the net force that act on it. يعني أنا دايما عندي هنا ال acceleration، ال direction بتاعها بيكون في نفس ال direction بتاع الفورس. تمام كده، بصوا كده معايا الرسمة الأولانية، هنا الفورس to the right، هنا ال acceleration زيها to the right. طب هنا الفورس to the left، هنا ال acceleration زيها to the left. هما الاثنين in the same direction بالمنظر ده، او هما الاثنين يكونوا in the opposite direction بالمنظر ده، هما الاثنين يكون ال direction بتاعهم واحد. تمام، ال velocity and the momentum increase with time، هنا بيحصل لهم increase لان هما ماشيين في نفس ال direction، وهنا هيحصل لهم ال velocity momentum هيحصل لهم ايه decrease with time. ليه decrease؟ ليه هيقل؟ بصوا كده ال velocity ماشية او ال velocity بتاعتي to the right، لكن ال force وال acceleration to the left، فدول عكس دي، دي باصة ناحية اليمين دول، ودول كده باصين ناحية اليسار. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا ان ال velocity momentum هيقل، على عكس هنا، هنا كان ال velocity في نفس ال direction بتاع ال force وال acceleration، فيبدأ ان هو يزيد. طب الملحوظة اللي جاية دي بقى مهمة جدا جدا، هنستخدمها في حل مسائل. أنا دلوقتي لو عندي عربية، العربية دي بأثر عليها بفورس، الفورس الدايركشن بتاعها الناحية دي. المفروض إن العربية المفروض بينها وبين الأرض بيكون في فراكشن فورس، قوة احتكاك. قوة الاحتكاك دي بتكون في الأوبوزيت دايركشن أوف موشن، يعني دايما دايما قاعدة كده نحطها إن قوة الاحتكاك أو الفراكشن فورس بتكون في الأوبوزيت دايركشن للدايركشن بتاع الموفينج اوبجكت. انا عندي الجسم بيتحرك تو ذا رايت، يبقى على طول الفراكشن فورس اللي بينه وبين الارض تو ذا ليفت. طب لو انا عايزه اجيب النت فورس اعمل ايه؟ اماينسهم من بعض. ليه هنماينسهم؟ لان هما الاثنين اوبزيت لبعض في الدايركشن. يبقى لما احب اجيب السيجما اف او النت فورس او بسميها الموفينج فورس هي هي، هعمل لهم ماينس من بعض، يبقى الاكتنج فورس ماينس الفراكشن فورس. الاكتنج فورس اللي هي دي والفراكشن فورس اللي هي دي، ماينصناهم ليه؟ علشان هما الاثنين in the opposite direction لبعض. فهمنا كده؟ ادي عندي الفورس اهي، العربية اهي عندها acting force وعندها fraction force زي ما قلت، بنماينصهم بنجيب النت فورس. طب تعالوا نشوف ملحوظة كمان، if the body has moved in a straight line through definite time interval. أنا عندي في جسم ماشي في خط مستقيم في وقت معين، فرضنا إن الجسم ده ماشي ب constant velocity. عارفين يعني إيه constant velocity؟ يعني سرعة ثابتة، يعني ولا بيزودها ولا بينقصها. يعني مثلا أنا خرجت من البيت ماشية رايحة المدرسة، ماشية مثلا ب velocity 20، ولا زودتها ولا نقصتها طول ما أنا ماشية، أنا ماشية ب velocity 20، يعني سرعتي ثابتة. يعني معنى كده السيجما اف او النت فورس اللي بتاثر عليا بتكون بزيرو. طالما قلت لكم كونستانت فيلوسيتي معناها على طول ان النت فورس ايكوال زيرو. طالما قلت ان النت فورس ايكوال زيرو يبقى ده نيوتن فيرست لو، لان احنا عارفين نيوتن فيرست لو كان بيقول لنا ان السيجما اف ايكوال زيرو. طب افرض الجسم ده مش ماشي بكونستانت فيلوسيتي، ماشي بكونستانت اكسلريشن. كونستانت اكسلريشن يعني معنى كده ان السيجما اف مش بزيرو، مش هتكون بزيرو. طب مش هتكون بزيرو يبقى ده تبع ايه؟ ده according to Newton second law. يبقى انا عندي Newton first law كان بيقول لنا ان السيجما اف بزيرو، لكن Newton second law لا، بيقول ان السيجما اف مش بزيرو، لكن السيجما اف equal a equal m a زي ما قلنا، او equal delta b over delta t. تعالوا كده نتكلم في الاجزاء دي. هنا بيأكد لي برضو على نفس الكلام، if there more than one force that act on the body the net force عبارة عن summation of them. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي جسم، الجسم ده بيأثر عليه كذا قوة، قوة الناحية دي وقوة الناحية دي مثلا اهي، وقوة الناحية دي، كذا قوة بتأثر عليه، وانا عايزة اجيب محصلة القوة كلها النت فورس كلها، بعمل ايه؟ بعمل لهم بلس، بقول الـ F1
بلس الاف 2 بلس الاف 3 بلس الاف 4 وهكذا، تمام كده؟ طيب بعد كده بدأ يفكرني بال3 equation of motion اللي خدناهم الترم اللي فات. ايه ال3 equation of motion دول؟ اول equation اللي هي ال vf equal vi plus ال at، ال vf اللي هي ال final velocity، وال vi اللي هي ال initial velocity، وال a اللي هي ال acceleration، وال t اللي هي ال time. طب تاني equation دي equal vi t plus half at square، هنا عندنا ال d اللي هي ال distance. هنا ال third equation vf square equal vi square plus 2ad. الثري ايكويشن دول مهمين قوي ان احنا نكون حافظينهم، علشان ساعات بيبقى في عندي مسائل بضطر ارجع لواحده فيهم او استخدم واحده فيهم، فضروري ان احنا نكون عارفينهم. بما ان احنا اخدنا نيوتن سكند لو، عايزين بقى نعرف نيوتن سكند لو ده بنشوفه فين في حياتنا. احنا قلنا دلوقتي الاف ايكوال ام اي، فكينا الايه عباره عن الدلتا في اوفر الدلتا تي. طب انا دلوقتي في الصورتين اللي قدامنا دول، في عندي شجره، وفي هنا عندي عربية مش محملة، وهنا عربية محملة، والاتنين خبطوا في الشجرة. طب تفتكروا أنهي حالة هيكون فيها تدمير أكتر؟ أنهي حالة هيكون فيها تدمير أكتر يا جنى؟ حالة أنهي عربية؟ اللي هي محملة ولا مش محملة؟ معملة. المحملة اللي هي اللودد، صح كده؟ طب ليه؟ لأن هي عندها ماس كبيرة، يعني معنى كده العربية اللي عندها ماس كبيرة هتعمل فورس اوف كوليجن كبيرة. مش احنا قلنا ان في دايركت ريليشن بين الام والاف، يعني كل ما الام تزيد كل ما الاف تزيد، كل ما الماس بتاعة الاوبجكت تزيد كل ما الفورس اوف كوليجن اللي هي قوة التصادم تزيد. فهنا قوة التصادم هتكون اكبر من هنا، فبالتالي هنا هيكون في مور ديستراكتيف، تدمير اكبر. بصوا كده، ذا كوليجن اوف فولي لودد لارج تراك ويز ستاتيك اوبجكت از مور ديستراكتيف ذان اتس كوليجن ويز ذا سيم ستاتيك اوبجكت وين اتس انلودد. يعني ايه؟ انا عندي تصادم عربيه محمله بحاجات، تمام كده، بالشجره، هيكون مور ديستراكتيف، يعني تدميره اكتر من تصادم العربيه اللي هي الانلودد اللي هي الغير محمله، مع ان العربيتين ات ذا سيم فيلوسيتي ماشيين بنفس السرعه، بس ده ما يمنعش ان العربيه اللي عندها ماس كبيره هتعمل فورس اوف كوليجن كبيره، لان الفورس والماس دايركت مع بعض. طب تعالوا كده نبص على الصوره الثانيه. هنا مديني عربيتين، عربيه ماشيه بلو سبيد السبيد بتاعتها V، وعربية ماشية بهاي سبيد السبيد بتاعتها 3V، والاتنين ليهم نفس الماس، والاتنين خبطوا في شجرة. طب أنهي حالة هيكون فيها تدمير أكبر يا لوجي؟ في حالة أنهي كار؟ الكار اللي ماشية بفلوستي V ولا الكار اللي ماشية بفلوستي 3V؟ مين هيكون عندها تدمير أكتر؟ افتحي المايك عشان مش سامعاكي. لوجي سامعاني؟ لوجي سامعاني؟ ألو؟ طيب رنا جاوبي السؤال ده. 3V 3V، برافو عليكي. العربية اللي ماشية بفلوستي كبيرة هي اللي هيكون عندها تدمير كبير، هي اللي هتعمل تدمير كبير أكتر. ليه بقى؟ إيش عرفني؟ مش إحنا قايلين فوق في القانون إن ال V بتتناسب دايركت مع ال F، يعني كل ما الفلوستي تزيد كل ما الفورس هتزيد، كل ما السرعة تزيد كل ما الفورس أوف كوليجن أو قوة التصادم تزيد. فالعربية اللي ماشية بسرعة كبيرة هي اللي هتعمل فورس أوف كوليجن كبيرة أهو. The collision of the car with the static object is less destructive than the collision of the car has the same mass with the same static object but moving with the greater velocity. يعني العربية اللي ماشية بفلوستي كبيرة هي اللي هتعمل force of collision كبيرة، فبالتالي عندها destructive أكتر، على عكس العربية اللي عندها low velocity. تمام كده؟ العربية اللي عندها low velocity بالتالي هيبقى عندها low force of collision، فهتبقى less destructive. طب في سؤال تاني اهو،
when a person fall from a high place to the ground, the severity of his injuries increase as the height from which he fall increase. يعني ايه الكلام ده؟ انا في عندي شخص هيسقط مثلا من الدور الثاني من البلكونه، ويقع من البلكونه ويقع على الارض، وفي شخص تاني هيقع من الدور العاشر على الارض. تفتكروا مين اللي هيتدمر اكتر؟ مين اللي هيحصل له اصابات وجروح اكتر؟ اللي هيقع من الدور الثاني ولا اللي هيقع من الدور العاشر؟ اكيد اللي هيقع من الدور العاشر، صح كده؟ ليه؟ لان كل ما هزود الهايت كل ما الايه، كل ما الديستركتيف هيزيد. يبقى انا عندي اهو الهايت، كل ما اعمل له انكريز كل ما الشخص ده هيحصل له ايه، هيحصل له injurious increase أكتر، يعني يحصل له إصابات أكتر، على عكس الشخص اللي هيقع من الهايت القليل. طب تعالوا كده بصوا على الصورة دي كمان. هنا في عندي عربيتين قد بعض، نفس الماس، نفس الفلوستي، نفس كل حاجة، بس في عربية خبطت في حيطة وهنا عربية خبطت في كوم قش. تفتكروا هنا مين هيحصل لها more destructive؟ مين هتتدمر أكتر يا لوجي؟ اللي خبطت في وول ولا اللي خبطت في هاي ستيك؟ لوجي سامعاني؟ ممكن تفتح المايك؟ طيب جنى، اللي هتخبطكم قش مش هيحصل له عربية حاجة. تمام، برافو عليكي. لو تخبط في الوول هي اللي هيحصلها destructive. طب اشمعنى؟ هنا هنتكلم بقى على التايم. طب ايه علاقة التايم بالكلام ده؟ تعالوا كده نبص على القانون اللي فوق ونشوف ايه علاقة التايم بالفورس. اهو ادي القانون قدامنا، هنا في تايم. التايم ده انفرسلي مع الفورس، يعني كل ما تزود التايم كل ما الفورس تقل. المايك اتفتح؟ نعم، لا المايك مكنش عايز يتفتح بس. اه ما انا قعدت لك عشان خاطر ما مقفول اصلا. خلاص تمام، دي كده معايا يعني مركزة؟ أنا مع حضرتك أصلا. طب تمام كويس. هنا عندي في inverse relation بين التايم والفورس. يعني ايه inverse relation؟ كل ما زود التايم كل ما الفورس تقل، والعكس صحيح. طب في الرسمة اللي قدامنا دي انا عندي العربية اللي هتخبط في الوول. المفروض العربية اول ما بتخبط في الوول بتقف على طول، تمام كده؟ بتقف على طول، يعني معنى كده التايم اوف امباكت اللي هو زمن التصادم هيكون قليل. التايم اللي هتاخده عشان تقف تايم قليل، معنى كده ان الفورس اوف كوليجن كبيره، ان قوه التصادم هتكون كبيره، فيحصل هنا مور ديستراكتيف، على عكس العربيه اللي دخلت في الهاي ستيك او اللي دخلت في كوم قش. دي عشان تقف بتفضل ماشي شويه كده جوه كوم القش، يعني بتاخد هاي او بتاخد مور تايم، بتاخد تايم ازيد من هنا. فاللي هتاخد تايم ازيد دي هيبقى الفورس بتاعتها او الفورس اوف كوليجن بتاعتها اقل، فبالتالي التدمير بتاعها هيكون اقل. يبقى هنا بيقول لي the collision of the car that is moving with the definite velocity with the high stake to be stopped is less destructive than its collision with the wall. يعني التصادم بتاع العربية بقوم القش هيكون less destructive، أقل تدميرا من تصادم العربية بالحيطة، مع إن الاتنين ليهم نفس ال velocity. بس الفكرة هنا مش في ال velocity، الفكرة هنا في ال time of impact، في زمن التصادم. اللي عنده زمن تصادم اكتر اللي هو مين؟ اللي هو الهاي ستيك، ده هياخد زمن اطول، لكن ده هياخد زمن اقل اللي هو مع الوول. طب ايه هو التايم اوف امباكت؟ التايم اوف امباكت ده اللي هو التايم انترفال اوف ذا تشينج ان ذا مومنتوم، الزمن اللي باخده وانا بتحرك، تمام كده؟ هو ده التايم اوف امباكت. العربيه هنا عشان تقف اخذت زمن بسيط قوي، زمن قليل قوي، فبالتالي الفورس اوف كوليجن بتاعتها كبيره. طب نشوف الصوره اللي بعدها. هنا في عندي بيضه وقعت على الارض وهنا بيضة وقعت على المخدة. طب مين اللي هتتكسر؟ اللي هتتكسر أكيد اللي وقعت على الأرض. طب اشمعنى؟ برضو عشان نفس السبب، اللي وقعت على الأرض دي التايم اوف امباكت بتاعتها قليل، فبالتالي الفورس اوف كوليجن كبيرة، لكن هنا التايم اوف امباكت كبير فالفورس اوف كوليجن قليلة، فبالتالي مش هتتكسر. يبقى it doesn't get broken if it fall from definite height on a below while it will get broken if the fall from the same height on the ground. اللي وقعت على الأرض حصل لها broken، لكن اللي وقعت على المخدة دي حصل لهاش حاجة، doesn't broken.
طيب نيجي نتكلم على الاير باج. اي عربيه عارفين بيكون فيها حاجه اسمها اير باج. الاير باج دي عباره عن ايه؟ عباره عن مخده كده كبيره، لما بيحصل اي حادثه او اي حاجه بتتفتح في وش الشخص اللي سايق، بحيث ايه، هي اللي تاخد الصدمه، بدل ما وشه يخبط في الدريكسيون، يخبط في الازاز ويتعور، لا تبدا تتفتح كده معانا ووشه يخبط فيها، فبالتالي مش هيتاذي، مش هيحصل له حاجه. يبقى هنا بيقول اللي using airbag in car، بنستخدمها ليه في العربية؟ to protect the driver during accident، عشان نحمي السواق من ايه، من الحوادث. في application كمان، اخر application معانا، when a person fall from a high place into water the severity of his injuries will be less than that of the case of falling in the ground. يعني ايه الكلام ده؟ في عندي شخصين، شخص هيقع على الارض من ارتفاع كبير، وشخص تاني هيقع جوه بول او جوه حمام سباحه على ارتفاع كبير برضه، على نفس الارتفاع. طب مين الشخص اللي هيحصل له اصابات؟ اكيد الشخص اللي يقع على الارض، مش الشخص اللي يقع في حمام السباحه، مش الشخص اللي يقع في الووتر. طب ليه؟ ليه اللي يقع على الارض هو اللي هيحصل له اصابات؟ لان اللي يقع على الارض هياخد تايم اوف امباكت قليل، فبالتالي الفورس اوف كوليجن هتكون كبيره، فهيحصل له مور ديستراكتيف. ده كده بالنسبة لكل الابليكيشنز اللي هي على مين؟ على نيوتن سكند لو. طب تعالوا كده ناخد بروبلم. هنا بيقول لي a car of mass 1000 جرام، كيلوغرام، ده كده الماس الام، begin to move with uniform acceleration from rest. يعني ايه from rest؟ بدأت من السكون. من السكون يعني ال VI بزيرو، rest يعني ال VI equal zero، to acquire velocity of 20. ده كده مين؟ ده كده ال VF، ال velocity اللي هي ب 20، بعد time قد ايه؟ بعد time 5 second، ده كده ال T. هنا بيقول لي انا عايز ال net force. طب نجيب ال net force من نيوتن سكند لو. انا عندي ال F equal ايه من نيوتن سكند لو؟ ال F equal MA. طب انا عندي ال M، فين ال M؟ اهي ب 1000. طب هل عندي ال A؟ لا ما عنديش ال A، يبقى نروح نجيب ال A. طب نجيب الايه ازاي؟ الايه عباره عن الدلتا في اوفر الدلتا تي. الدلتا في عباره عن ايه؟ في اف ماينس في ار، يعني 20 ماينس 0. تمام كده؟ ادي 20 ماينس 0 يعني 20 اوفر مين؟ اوفر التايم اللي هو التي. بكام بقى التايم؟ ب 5 اهو، يبقى 20 اوفر 5 يدينا 4، كده جبنا الايه ب 4. خلاص كده عندي الام وعندي الايه، يبقى 1000 تايمز ال4 يطلع معانا 4000. تعالوا ناخد اكزامبل تاني. اكزامبل 2، a horizontal force of 20 act on the body of mass 3. يبقى الهوريزونتال فورس اللي هي فين؟ اهي الاف دي ب 20، وبيقول لي الماس اللي هي الام ب 3، اهي على الرسمه. placed on the horizontal surface to move it with uniform acceleration of 4. الاكسلريشن عندي 4، ادي كده الايه، هو كاتبها لي برضو اهي على الرسمه، الايه ب 4. In the opposite figure, hence the magnitude of the fractional force between the body and the surface equal كام؟ عايزين نجيب ال fractional force اللي هي قوة الاحتكاك. شايفين قوة الاحتكاك دي؟ اللي هي opposite. opposite لمين؟ opposite في ال direction ال F اللي هناك. طب نجيبها ازاي؟ احنا لما جينا اخدنا النوتس من شوية قلنا ان ال moving force او ال net force equal ال acting force minus ال fraction force، وقلنا عملنا لهم ماينس 2 لان هما الاثنين اوبزيت لبعض في الدايركشن. طب لو انا عايزه اجيب دلوقتي الفراكشنال فورس من هنا، يبقى اعمل ايه؟ امسك الاكتنج فورس ماينس الموفينج فورس اهي. طب الاكتنج فورس عندي بكام؟ الاكتنج فورس عندي ب 20 اهي، 20 ماينس الموفينج فورس. طب الموفينج فورس اجيبها ازاي؟ الموفينج فورس اجيبها من نيوتن سكند لو، نفك الاف. الاف عباره عن ام ايه، الام عندي ب 3 تايمز الاي عندي ب 4، بس ونعملهم كده على الكالكوليتر فيطلع عندي 8. طب تعالوا كده نبص آخر اكزامبل. A force of 1 نيوتن act on a wooden cube of mass m1. يعني في قوة بأثر بيها على صندوق، الصندوق ده الماس بتاعته m1، والقوة اللي بأثر بيها ب1، يبقى أنا عندي ال F ب1 نيوتن. ماشي. To give it a certain acceleration A1 and
when the same force act on the another cube، يعني نفس القوة اللي هي بوان نيوتن دي هأثر بيها على صندوق تاني الماس بتاعته m2، فهيكتسب acceleration 3a1. دي كده تاني acceleration عندي، يبقى تاني acceleration عندي ب3a1. a2 equal 3a1. هنا عايزني أجيب ال m1 over ال m2، الماس بتاعت الكيوب الأولاني بالنسبة للماس بتاعت الكيوب التاني. طب أجيب الماس إزاي؟ أنا مديني F، مديني A، عايز M. التلات حاجات دول موجودين في أي قانون أخدناه النهاردة؟ في نيوتن سكند لو. تعالوا كده نكتب، أنا عايز أجيب ال M. ال M يبقى أقول ال F over ال A، لأن أنا عندي ال F equal M A، يبقى ال M F over A. ال F عندي ثابتة constant بكام؟ ب1، في الحالتين هي ثابتة. يبقى أنا عايزة دلوقتي أعمل علاقة ما بين ال M وال A. طب ال M وال A إيه العلاقة اللي بينهم؟ inverse. علاقة ايه؟ inverse. يبقى ال m1 over ال m2 هتبقى equal ال a2 over ال a1، عكس بعض. نبدأ بقى نعوض. هنا ال a2، ال a2 مديها لي بكام؟ ب3 a1. يبقى نشيل ال a2 نحط مكانها ال 3 a1. ادي 3 a1، وال a1 اللي تحت هتنزل زي ما هي. ادي هنلاقي فوق a1 هيطير مع ال A1، اتبقى لي كام؟ 3، يعني 3 over 1. هي هي، فهمنا كده الجزء ده ولا صعب؟ بس ممكن تاني. تاني، أنا دلوقتي عندي 2 كيوب، مكعبين، المكعبين دول تمام؟ بأثر عليهم بنفس القوة. هنا بأثر على الكيوب ده بقوة اللي هي 1 نيوتن، وهنا بأثر على الكيوب ده بقوة 1 نيوتن. حلو كده؟ طب ال 2 كيوب دول، واحدة الماس بتاعتها اسمها m1، والتانية الماس بتاعتها اسمها m2. دي عندها acceleration اسمه a1، دي عندها acceleration اسمها 3a1. هنا بيقول لي هاتي لي الريشيو بتوين، النسبة بين ال m1 إلى ال m2. طب بما إن هو مديني F ومديني M ومديني A، فأنا هستخدم نيوتن سكند لو. أنا عايزة أجيب مين؟ عايزة أجيب ال M. طب يا ترى ال M بتساوي إيه؟ بتساوي ال F over ال A. ادي ال F over ال A. طب ال F عندي ثابتة، ما هو قال لي هنا هو 1 نيوتن، ما هو 1 نيوتن، يبقى ال F دي ثابتة كأني مش شايفاها خلاص. يبقى هنا في ريشيو بتوين ال M وال A، او في ريليشن بينهم. احنا اخدنا ان الريليشن بتوين ال A وال M inverse. inverse يعني عكس بعض، يعني لو انا عايزة اقول M1 over M2 هتبقى equal A2 over A1. طب ليه ما قلتش A1 over A2؟ لو قلت A1 over A2 كده بقت دايركت، أنا عايزة أخليها inverse عكس بعض. يعني هنا M1 على M2 تبقى A2 على A1، عكس بعض. فاهميني كده؟ نبدأ بقى نعوض. ال A2 مديهالي بكام؟ ب3 A1، يبقى نشيل ال A2 من هنا نحط مكانها 3 A1، وال A1 اللي تحت تنزل زي ما هنا زي ما هي. يبقى ال A1 اللي فوق هتطير مع ال A1 اللي تحت، فيتبقى لي بس ال 3، اللي هي في الاختيارات عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 over 1. 3 over 1 هي هي 3. فهمنا كده؟ في حد مش فاهمها ولا فاهمينها كلكم؟ ها؟ رنا، لوجي، جنى، ها؟ تمام. تمام فاهمين؟ تمام، هنقف لحد الكويتشن ده، واللي عنده أي سؤال أو أي حاجة ممكن يبعت لي على الواتس في أي وقت، تمام كده؟ بس أهم حاجة تكونوا فاهمين الجزء اللي إحنا شرحناه النهاردة كويس. ده اتكلمنا كده على المومنتم، واتكلمنا عن نيوتن سكند لو. المفروض بقى الحصة الجاية هنكمل بقية الجزء اللي فاضل من الدرس، جزء بسيط جدا، ونحل بقى إيه أسئلة عليه. تمام؟ تمام، في كده عندكم أي سؤال في الحاجة اللي أخدناها النهاردة؟ في حد عنده أي سؤال؟ تمام، ماشي، يلا سلام.